النهارده اليوم الثاني لفعاليات الملتقى. مجلس الدولة له دور كبير، مجلس الدولة بيحدد الأطر والتشريعات القانونية، كيف يمكن الخروج باستثمارات قوية بعيدة عن أي نزاعات، وكيف يمكن الخروج بإنجازات أفضل للمستثمر وللدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لبقية أعمال المؤتمر، من بينها محاضرة عن الجودة، كيفية وصنع مشاريع عملاقة تتوفر فيها الجودة، ليس فقط الكم أو الحجم لكن الجودة وشروطها وكيفية تنفيذها. وده يبتدي بكيفية دراسة الجدوى بداية المشروع واختيار المشروع المناسب لظروف كل مجتمع ومتى يحتاج هذا المنتج أو لا يحتاج، وبالتالي دراسة جدوى المشروع واختياره بداية، ثم بداية طرق التعاقد بشأن. أيضا من ضمن المناقشات اليوم الطرق البديلة للتقاضي لسرعة الفصل فيما قد ينشأ من منازعات. طبعا ده لا يغني ولا يعطل دور القضاء الإداري في مصر مثلا عن سرعة الفصل وتخصيص دوائر لسرعة الفصل في قضايا الاستثمار، وقد حدث هذا بالفعل ولا مشكلة فيه، وجاري إتمام ذلك وخاصة في مجالات كثيرة بعد قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017. أيضا من الطرق التحكيم، طرق بديلة لجان فض المنازعات على مراحل، وهذه كلها تؤدي إلى اطمئنان المستثمر أنه سوف يحصل على كافة حقوقه فيما لا قدر الله وثارت منازعات. مش عاوزين يا فندم نوصل لمرحلة النزاعات والقضاء الإداري، يعني لو قلنا روشتة من البداية يعني كإطار ينظم عمل المستثمر في أي دولة، وإحنا خاصنا في مصر، مصر والسعودية في استثمارات كبيرة، كيف يمكن وضع أطر تشريعية قوية من البداية حتى نتجنب الدخول في منازعات؟ زي ما قلت حضرتك استثمار واسع، إذن ليس هناك مجال مغلق أمام المستثمرين الأجانب وخاصة السعوديين في استثمار في مصر. معنى هذا أن كل المشاريع متاحة. الإطار أو الضوابط تبتدئ بدراسة الجدوى. المستثمر عليه واجب، والجهة أو الدولة أو الجهة المستثمر فيها المشروع عليها واجب آخر. واجب المستثمر أن يدرس المشروع الذي سينفذه دراسة كافية من كافة نواحيه القانونية والاقتصادية والأرباح وما إلى ذلك. وفي المقابل تقوم الدولة بدراسة مدى حاجتها إلى هذا المشروع وأولوية هذا المشروع قبل الآخر والترتيب الزمني لذلك. هذان عنصران مهمان جدا، دراسة الجدوى للمشروع قبل الاتفاق عليه. يأتي بعد ذلك وضوح العقد. حين إبرام العقد بشأن المشروع يجب أن يكون العقد بسيطا واضحا، بسيطا في نصوصه، بسيطا في إجراءاته، بسيطا في كيفية إتمامه، بسيطا في كيفية تنفيذ المشروع والرقابة بعد التنفيذ والاستلام الابتدائي والاستلام النهائي، وكل هذه الأمور يجب أن ينظمها العقد بكل تفاصيلها. إذا نظمت تفصيلا ارتاح كل من طرفيه المستثمر والدولة. حضرتك فندم تحدثت عن قانون الاستثمار الجديد، ماذا يقدم من تسهيلات للمستثمرين؟ يقدم الكثير. اولا فتح الباب واسعا في كافه المجالات التي تجعل كل متخصص في مجال معين له فرصه الاستثمار. ثانيا جعل هناك مناطق حره خاصه، جعل هناك حوافز عامه وحوافز خاصه، بسط الإجراءات في نافذة الاستثمار، بل إنه قد وصل إلى حد لو هناك تعديلات في طبيعة وكيان الشركات القائمة يمكنها القيام بذلك أيضا،
كل هذه الأمور نظمها وبالتفصيل قانون الاستثمار الجديد. سيادة المستشار أحمد أبو العزم دايما مشرفنا على نيل الأخبار، وبشكر سيادتك فندم. أشكرك وأشكر نيل الأخبار وأشكر السادة المشاهدين وكل فريق العمل معك. شكرا جزيلا. يعني ميرفت كما تابعت معي، هذه هي ملخصا للجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات ملتقى إدارة المشاريع الاستثمارية الضخمة، مستمرين معكم في متابعتنا لكل فعاليات اليوم. نعم، وعودة إليك. نعم محمد الخطيب مراسل النيل من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك وأيضا